خلينا ناخد على التليفون، وربما دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي عن وزارة الشباب والرياضة يعني واثقين ان هو هيجاوبنا على تساؤلات كثيرة جدا. في البداية دكتور محمد بصبح على حضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير عليك يا نهاوند وعلى كريم وعلى كل الساده المشاهدين والمتابعين. صباح النور يا فندم. صباح النور. انا مش يعني مش هقاطع حضرتك او اسالك كتير، انا بس هسال حضرتك كده ايه الجديد في هذا الملف والدنيا حضرتك شايفها ازاي، هتوصل لايه؟ اتفضل يا دكتور. والله هناك متابعات مستمره من الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه في البعثه المصريه المنتخب في الشباب في تونس، وخط تواصل مفتوح مع سفير مصر لدى تونس من اجل الاطمئنان على بعثه منتخب الشباب، وكمان توفير كافه الدعم والمتطلبات والاحتياجات لهم. طبعا كلنا عارفين ان هناك 13 لاعب اصيبوا بكورونا، حتى وبالاضافه للكابتن ربيع ياسين المدير الفني، وبعد الاجراء المسحي الاخيره برضه ما زال هناك 14 مصابين بفيروس كورونا، وفي 14 الحمد لله نتيجتهم سلبيه. الامر ما زال معلق، يمكن هناك طبعا الدكتور اشرف صبح موفر طائره خاصه لعودتهم بالاتفاق مع وزير الطيران المدني، وكمان بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الخماسيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني. خلينا برضو نقول ننتظر المسحه الاخرى اللي هتتم عشان نقدر نتاكد يعني ونطمن اكتر على لاعبينا. خليني برضو اؤكد في المقام الاول والاخير واللي يهمنا هو صحه بطلنا الرياضيين اللي مشاركين مع المنتخب. طبعا. ده اهم حاجه صحتهم عندنا في الدنيا، احنا عايزين نطمئن على صحتهم والعوده من تونس، واحنا مش بنحرمكم ولكن احنا خايفين عليكم حقيقي، خايفين على صحتكم. هو طبعا كلام حضرتك صحيح، ولكن احنا نامل ان انتوا تشاركوا. طبعا طبعا يعني هو لسه كنا بنقول انا وكريم فعلا دكتور محمد تاكيدا على كلام حضرتك او النقطه دي تحديدا، فعلا يعني احنا متفاهمين جدا شعورهم، وبصراحه ليهم حق، يعني حلم قدامهم وجهد ويعني اقول ايه، وفي الاخر برضو في خطا ما برضو يا دكتور محمد كان ممكن الموضوع يعني يتم تداركه افضل من كده بشكل كبير جدا، لو حضرتك تتفق معايا. خلينا اخدك لحته ايجابيه مهمه جدا، يعني احنا شفنا حماس اللعيبه، حماس الشباب، الولاء والانتماء اللي عندهم حاجه صحيح صراحه، يعني صحيح. حاجه مفرحه، حاجه مشرفه، هم ابطال والله، ابطال طبعا ابطال. وحاجه كمان عايز اقول لك عليها، هم مسافرين من هنا الحمد لله، كافه الاجراءات تمت، كافه المساحات مسافرين الحمد لله كويسين، ما فيش اي حاجه، البعثه كامله صحتها كويسه، ما فيش اي اعراض لفيروس كورونا سلام، يعني الاصابه تمت هناك. ولكن خلينا اقول لك ان مصر في الفتره الحاليه اقامت عدد من البطولات على ارضها الحمد لله، لم تصاب اي بعثه. اي بعثه ده شيء يحسب للدوله المصريه اللي بالفعل بتطبق الاجراءات الاحترازيه المشدده لاي بطوله احنا بننظمها على ارض مصر، وده اللي خلانا كمان يعني يكون عندنا استعداد على اعلى مستوى، وكمان استعداد مكثفه بتتم الان استضافه بطوله العالم لكره اليد اللي هتقام في يناير المقبل 2021، واشاده منظمه الصحه العالميه بالاجراءات اللي بتطبقها مصر. صحيح. ده شيء مضيء وشيء مهم جدا وشيء ايجابي يجب التركيز عليه. ما هي النقطة طبعا يعني دي مفروغ منها يا فندم، دي ما فيهاش كلام، احنا عاملين اللي علينا وزيادة، اولادنا وصفرناهم وعاملين الاختبارات واخدين الاجراءات الاحترازية يعني السليمة، فاللي يحصل ده هناك وبعدين يتم التعامل بهذا الشكل برضو الواحد يصعب عليه. الناس اللي راحت دي اللعيبة دول برضو الواحد متفاهم وضعهم، وفي نفس الوقت صعبانين عليه، يعني مش بايديهم ابدا اي حاجة تمت هناك، فده اللي احنا بنتكلم فيه. كل الاحتمالات وارده، وخلينا اقول لك ان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بيتابع بشكل لحظي، يمكن حتى هذه اللحظه بيتابع باستمرار للاطمئنان عليهم، ونشوف الموقف هيكون. احنا هنتابع طبعا لحضرتك يا دكتور. انا بس عايز اسال دكتور محمد بعد اذن حضرتك، بعد صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا كريم. لو حصل نفس اللي حصل مع المنتخب المصري مع فرق ثانيه مع منتخبات اخرى، ايه اللي هيحصل في البطوله ككل؟ والله خلينا نقول ان الاتحاد الافريقي لديه اللوائح الفنيه واللوائح المنظمه لهذه البطوله. اكيد اذا حدث مثل هذه الامور مع المنتخبات الاخرى اكيد هيرجع، هيبقى هناك رجوع مباشره للوائح الفنيه الخاصه باتحاد الكره الافريقي لهذه.
تمام. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، شكرا جزيلا. احنا هنتابع برضو زي ما دكتور محمد قال لنا، وفي مسحة دلوقتي مفروض هيتم الاعلان عن نتيجتها، وبناء عليها هيتم بقى اتخاذ الاجراءات اللازمة. ولكن انا هرجع تاني لنقطة، احنا برضو هنكون يعني حاسين بالروح اللي الفريق هناك بيحسه او المنتخب هناك شاعر بيه، فهي اكيد حاجة تحزن ان برضو كان ممكن يكون الشكل بيتم بيه او بيتدارج بصورة تانية. ده اللي انا بتكلم فيه، او دي النقطة اللي انا عايز اركز عليها. احنا بس مش قادرين يعني على الاقل لغاية اللحظة اللي احنا قاعدين فيها مش قادرين نعرف هل الموضوع هو طبعا كله يعني بقضاء ربنا وقدر، يعني في كل الاحوال كده كده ده الجيب ماشي او المظلمه يعني، لكن عايزين نعرف بس هل هي بالكامل 100% قدريه، ولا في مساحه ان شاء الله 1% لاهمال ما لثغره ما. والله يا كريم انا يعني الصوره كده واضحه ان اكيد في اهمال ما، لان المرض ده بيجي لو انت مش متخذ الاجراءات الاحترازيه او مش ماشي في البروتوكولات السليمه اللي بتقول عليها منظمه الصحه العالميه، فهي ما بتجيش من نفسها، والفيروس ده ما بيجيش من نفسه. والله انا هودي لو في شفافيه كافيه يبقى المفترض ان احنا في غضون ساعات نعرف الصوره كامله. يعني ادينا هنستنى وهنتابع مع حضراتكم وهنشوف. طيب